السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي حل تمرينات التربية الإسلامية للصف الثاني المتوسط، المد العارض والمد اللين، صفحة 5. التمرين الأول: عين المد العارض فيما يأتي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، صدق الله العلي العظيم. عندنا يقول عين المد العارض، يعني احنا شلون نعرف المد العارض؟ قلنا المد العارض للسكون، أحرف المد هي الألف والواو والياء. لما ننتهي من القراءة يعني شلون نقول، يعني نصمت، يعني مثلا تذكرون لهنا وأصمت، إذا يا هو المد العارض للسكون تذكرون، المد العارض هذا تذكرون. بعد احنا عندنا تفعلون، يعني بهاي الآية أولا التمرين الأول تذكرون وتفعلون، هو ما رايد هنا السبب بس نعينها تذكرون تفعلون. التمرين الثاني يقول عين المد العارض في الآيات القرآنية الآتية واذكر السبب. أولا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العلي العظيم. من المد العارض للسكون الشاكرين، شنو السبب؟ أقول له هذا استخرجت الشاكرين. السبب بسبب السكون الحرف الأخير الذي يلي حرف المد الياء، يعني نون، هذه النون بسبب، يعني نقول سكون عارض بسبب الوقف يعني التلاوة. فإذا نقول الشاكرين شنو سببها؟ بسبب سكون الحرف الأخير الذي يلي حرف المد وهو الياء. ثانيا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. وين المد العارض؟ المحسنين، هم نفس السبب. شو أقول له؟ أقول له بسبب سكون الحرف الأخير الذي يلي حرف المد الياء، سكون عارض بسبب الوقف والتلاوة. ثالثا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، صدق الله العلي العظيم. المؤمنين هذا مد عارض، شو أقول؟ أقول السبب بسبب سكون الحرف الأخير الذي يلي حرف المد الياء، سكون عارض بسبب الوقف والتلاوة. رابعا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، صدق الله العلي العظيم. عدي صادقين بسبب سكون الحرف الأخير الذي يلي حرف المد الياء، سكون عارض بسبب الوقف والتلاوة. خامسا قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يستبشرون بنعمة من الله وفضلا وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، صدق الله العلي العظيم. عندنا المؤمنين بسبب سكون الحرف الأخير على الحرف المد الياء، سكون عارض بسبب الوقف أو التلاوة. هذا التمرين الثاني. زين، ناخذ التمرين الثالث. يقول في الآيات الكريمة مد لين، عين موضعه واذكر السبب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العلي العظيم. المد اللين قلنا الأحرف المد هي فقط الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلها، يعني احنا قلنا قريش هذا شنو؟ هذا مد لين. مد السبب يقول اذكر السبب بسبب الحرف المد الياء الساكن ما قبلها مفتوح، مفتوح يعني الساكن ما قبلها مفتوح سكون عارض. عدي الصيف هو مد الياء الساكن ما قبلها، مد الياء الساكن ما قبلها مفتوح، هذا سكون عارض ما قبلها مفتوح. أو عدي البيت، البيت هو مد الياء الساكن ما قبلها مفتوح. وعدي خوف، خوف هذا مو الياء هذا الواو، مد الواو الساكن
ما قبلها مفتوح. هاي يعني تمرينات المد العارض للسكون والمد اللي صفحة 5.